السلام عليكم يا جماعة، لقيت لكم أفضل مكان تخليك تلفل وتحصل كمية سباكس وويل خيالية بوقت قصير جدا. قبل ما نبلش لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة وكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. من عند أول شراين في شابتر 2 راح نمشي نضرب هذا، نزم الجسر هني، ناخذ درب هذا لين نصعد فوق. حيكون عندنا تقريبا فيران اثنين لازم نذبحهم، راح يكونون كبار وواضحين. فأول ما نذبحهم لازم نروح نكلم، في راح يكون شخص منخش داخل البيت لازم نروح نكلمه. الفار الأول راح يكون هني، راح يكون حارس البوابة هذي. زين، الفار الثاني تقريبا راح يكون المكان هذا. بعد ما نذبح الفار الثاني راح نمشي بالاتجاه هذا، راح نحصل البيت هذا اللي قدامنا هني. في شخص داخل منخش لازم نكلمه، صراحة تعرف اذا شو اسمه ابيك بالضبط، لانه راح يبلش يسولف هو. افضل طريقة انك تختفي وتكلمه. Our misfortune back home has led us to exile. We'd hope to rebuild with the Rat's Sage's guidance. But I saw that vanguard of his feasting upon. Our king has lost his way. Escape was the only choice. The two heads are the best fighters. But now, they are hunters of their own kin. We'll starve fighting here. Let's get out and get this over with. Why are you still here? Don't put me in danger. Be off. I'd never take part in slaying kin. Now that you have rid me of them, it's time for me to go. With a blinded king, we can never rise again. We must find the missing prince. The third prince? But he's against rats, remember? Look at us now. He won't even recognize us. Not one bit. بس راح يظل يسولف. هي في الفكرة انه يقول لك انه في فار ثالث غير الفيران الاثنين اللي ذبحناهم هني، لازم ندوره. فراح يكون مكان الفار شو اسمه الفار الثالث بشابتر 3. قمت خلص تكلمه، تخلص الشابتر هذا وتروح شابتر 3. بس اصلا تقدر تسوي الكويست هذا باي وقت، يعني انا اوريدي خاتم اللعبة الحين ولا عمري سويت الكويست هذا، فانا اول مره راح اسويه الحين. ف ما راح يطوفك. اهم شيء بس عقب ما تخلص من الفيران الثاني تكلمه هو وتروح حق شابتر 3 عشان تكمل الكويست باقي الكويست. المكان الثاني عشان الكويست راح يكون داخل السجن بشابتر 3، راح يكون باول دور بشابتر بالسجن هذا بشابتر. فالمكان اللي راح يكون فيه موجود البوس هذا او الفار راح يكون داخل السجن اللي هني. طبعا السجن هذا بالعادة راح يكون في شخص قاعد هني، انا اوريدي سويت الكويست ماله فما راح يكون موجود، وهو ماله شغل بالكويست اللي احنا قاعدين نسويه، والباب راح يكون مسكر. فلازم في بوس هني لازم تذبحه اول عشان تقدر تفتح الباب هذا. زين، واذا انت سويت الكويست هذا بعد ما ذبحت البوس وبعد ما ختمت اللعبة أو قبل تختم اللعبة وحين عرفت أشياء وتبي تسويه، راح يكون في له مكان ثاني الفار راح يكون موجود همين بس داخل السجن. هنا حنروح له. لما تكون قريب من البوس راح تسمعه يسولف، وهو راح يكون بالدور الثاني عند الدرج اللي قبل أو عند المكان اللي تصعد فيه قبل تصعد الدور الثالث. فراح تكون راح تمشي بالاتجاه هذا لين نهاية الممر هذا، راح تحصله هناك. Where's the Buddha? And where's our prey? The cause is lost. Nothing matters now. Is gone!
تقدر تاخذ السيف ماله، وهو اللي راح الشيء اللي راح نستخدمه عشان نقدر نحصل ليفلات عالية بسرعة. والحين راح اوريكم شلون راح نوصل للمكان من عند الشراين هذا، اللي هو يكون اول شراين راح تحصل عليه اول ما تدخل الكهف هذا بشابتر الرابع. راح تمشي بالدرب هذا، اوكي. في شيء واحد لازم نسويه الحين. الحلو باللعبة هذه انه تقدر تاخذ ريفاند على تسترجع يعني كل او مو كل السباركس، تقدر تسترجع كل السباركس بس تقدر نحتاج نسترجع مجموعة بسيطة من السباركس عشان نقدر نبني السبيل اللي احنا خذيناه من البوس اللي قبله. يكون قوة الانفجار على البوس لما نتحول البوس ونرجع نتحول مرة ثانية للقرد تكون قوية، بحيث انه تقدر مرة واحدة تسويها وتذبح كل اللي داخل الكهف. فتقريبا راح نحتاج 5 أو 6، فانا راح اخذ كل هذيل. فاللي راح يصير انه راح نزود هذا، نحتاج زيادة بعد. زين ناخذ هذيل. تقريبا هذا راح يكون كافي. زين وانت اصلا لما لا تحاتي ان يعني مثلا انت خربت مثلا التجميع مالتك وتبوتك عش حق اللعبه هذه، لان انت الحين راح تحصل على سباركس وايد راح ترجع كل شيء. واذا انت استثمرت وقتك بهالمكان هذا تقريبا ساعه ولا ساعتين ولا ثلاث، راح يمكن تحصل على كل شيء مره ثانيه. ف راح نروح نجرب هالحين، بس قبل هذا لازم نحط اللي هو السبيل مالنا. فراح نروح حق سيت سبيل، وراح يكون هذا. زين اول ما نحطه راح نروح داخل الكهف هذا، يعني تقريبا شغلة 30 ثانية انت مجمع. تشوفون الحين ايش كثر التحول، بعدين راح ترد مرة ثانية للقرد وراح تفجر. شوف ايش كثر اكس بي قاعد احصل وايش كثر ويل قاعد احصل. انا ليفل الحين تقريبا 94، يعني اشوف تقريبا 10 دقائق راح اقعد اشوف ايش راح يصير، ايش كثر راح يزيد عندي. بس ترجع تريح وترجع تسوي شيء مره ثانيه، يعني اقعدتم شيء مو متعب كلش، راح تحصل على سباركس وويل بشكل خيالي. انا اقل من دقيقتين انا الحين صعدت ليفل، وانا ليفل 94. فما بالك الحين لو اقعد هنا تقريبا 10 دقائق، وانا هذا راح يصير اقعد 10 دقائق تقريبا، وابين لك ايش كثر راح ازيد انا. وطبعا اذا كانت ليفلك نازل مثلا خلينا نقول ليفل 30 ليفل 40، الشيء راح ليفلات راح تزيد اسرع، لان كل ما تزيد ليفل كل ما يكون الليفل اللي بعده اصعب. خلال 10 دقائق تقريبا كنت ليفل 94 لما بلشت، الحين انا ليفل 100 ومعاي 6 من السباركس.
اللي حصلت عليهم لما سويت الطريقة هذه. طبعا هذه 10 دقائق بس، فما بالك لو قعدت ساعة. تقريبا الوقت اللي تحتاجه عشان تسوي الحركة هذه اللي هي تريح تروح تذبحهم وترد تقريبا 30 ثانية. فيعني خلينا نقول رحتك وردتك مرتين هاي دقيقة، تقريبا لو تحسبها راح تحصل 5000 اكس بي بالدقيقة. انزين لو تقريبا تضربها او تقعد لمدة ساعة وتضرب الاكس بي بالساعة هذه راح تحصل تقريبا فوق 300,000 اكس بي. يعني عادي جدا عاجل ان انت ليفل مثل خلينا نقول 30 عادي تطمر لليفل 50 ولا 60. يعني انت حرفيا قاعد تحصل اكس بي اكثر الطريقة هذه بالوقت هذا اكثر من اللي تحصل لو كنت قاعد تلعبها عادي. تلعبها عادي يعني خلص شابتر وخلص شابتر 2 يمكن تحصل اكس بي بشكل خيالي هني. فالطريقة هذه جدا جدا فعالة وجدا جدا سهلة، هي بس يبي لها شوي تضبيط بالبداية ان تحصل الاشياء اللي تحتاجها. لازم تكون اول شيء واصل شابتر 4 عشان تقدر تبلش تسويها. هي جدا بسيطة وسهلة وتقدر تسويها ترى بأي مكان، بس ليش المكان هذا بالذات مناسب؟ لأن المكان هذا صاير إنه ميمعي لك الكهف هذا وش اسمه وما حد يأذيك. يعني تقدر تسويها وتخلص وترجع تريح بالشراين وترجع تسويها مرة ثانية بظرف ثواني يعني أو أقل من دقيقة. عشان كذي المكان هذا جدا جدا مناسب إنك تسوي هالشيء. وطبعا مثل ما قلت إذا مثلا لا اللي مسوي لعبة حب يلغون هالشيء نقدر نحصل مكان ثاني ونسوي. إذا ولا لغوه أو في مكان ثاني أكيد راح أسوي لكم فيديو إن شاء الله راح أطلع لكم المكان الثاني. إذا حصلت إذا حصلتها من مكان ثاني أفضل منه راح أسوي فيديو ثاني راح أحط المكان الثاني إن شاء الله.